اول حاجه انا ظهرت فيها، اول مكان انا ظهرت فيه كان في بيروت في أرب ايدل. انا بدين للبلد دي وبدين للجمهور الجميل ده بكتير قوي، لانه انا على المستوى الشخصي كمان انا بحب البلد دي جدا اكتر من اي حاجه، اكتر من اي بلد في الدنيا. ف يعني اقول لهم ربنا يخليكم ليا، وانتم من الاسباب اللي خلتني موجوده دلوقتي. لبنان بحبها جدا جدا، بلدي التانية يعني، ما اقدرش ابعد عنها وما اقدرش ما اروحش حتى من غير شغل يعني. فاتمنى، انا بحب جدا اشتغل في لبنان واكون موجودة دايما. كل سنة وانتم طيبين وبالصحة والسلامة دايما. احمد شامي وغامة.